السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي في قناتي قناة أحلى الأكلات. أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الليمون المخلل السريع بطريقة المحلات. دايما كلنا بنشتري الليمون، طبعا المخلل من برة بيبقى جميل جدا، وبتحس إن الليمونة لها طعم مميز، وإن الليمونة ماسكة نفسها كده هوت ومش مهرية ولا حاجة. هنعمله مع بعض بكل تفاصيله. عندي كده هوت شارية 2 كيلو من الليمون المخلل دوت، برضو بيبقى حلو جدا لو انت هتستخدمي ليمون اخضر. ببدأ انزل عليهم بغطي كمية الليمون اللي عندي بمية سخنة او مية مغلية، ولو انت مش عايزة تحطي مية مغلية او مية سخنة عادي، بس لما بتحطي مية سخنة بتسهل عليك وبتسرع عليك من الوقت بتاعك. انا حاطة كده هو نزلت على الليمون بتاعي بالمية السخنة زي ما احنا شايفين كده هو، وهبدأ ان انا انزل عليهم بحوالي نص فنجان صغير من الخل، وكمان هنزل عليهم بمعلقة كده هوت من السكر. السكر دوت بيعتبر بيسرع عملية التخليل، وفي نفس الوقت بينزل كل المرارة والمزازة اللي موجودة في الليمون اللي عندي. هبدأ ان انا احط الليمون بتاعي على النار، هسيبه يغلي بس لمدة 3 دقايق، يعني هيغلي غلوة واحدة، ومجرد ما يغلي الغلوة التانية هبدأ انزله واطفي عليه النار. دلوقتي عندي الليمون بتاعي بعد ما سيبته غلي مرة واحدة غلوة واحدة على النار، طبعا طفيت عليه النار، ودلوقتي هبدأ ان انا اشيله من المية اللي هو المية المغلية، واشيله كده هو في حلة خارجية. هشيل كل كمية الليمون اللي عندي وارجع لكم. دلوقتي شلت الليمون من المية المغلية اللي كنت حطاها فيها، والمية عندي اهي، طبعا انا مش هكب المية، مش هرميها، لان المية دي اللي فيها كل الزيوت اللي هي بتاعة الليمون وكل المواد العطرية اللي موجودة في الليمون. المية دي على فكرة هي اللي انا هخلل بيها الليمون عندي. تمام، دلوقتي هبدأ ان انا احط كده هوت الليمون عندي، هحطه كده هوت كله مع بعض. كده حطيت الليمون عندي، وهبدأ انزل عليه بمية من الحنفية، مية عادية باردة. وهحط عليه كمان فنجان من الخل، وهحط برضو معلقة صغيرة من السكر، وهسيبه منقوع في المية كده. المية والسكر والخل دوت هيساعدوا الليمون بتاعي ان هو ينزل كل المرارة اللي موجودة فيه. دلوقتي هسيبه في المية كده هوت منقوع لمدة 24 ساعة، هسيبه يبات ليلة كاملة، وتاني يوم هبدأ ان انا اشتغل فيه. ونفس الوقت هسيب المية اللي هي اللي انا عملت فيها، اللي كنت سالقة فيها الليمون، علشان هي اللي انا هحتفظ بيها، علشان هي اللي انا هخلل فيها. سبت الليمون اللي عندي كده ليلة كاملة زي ما انا قلت سبته في المية. دلوقتي المية دي خلاص انا مش عايزاها، هبدأ ان انا اتخلص منها، لان طبعا المية دي نزلت فيها كل مرارة الليمون. هبدأ ان انا اعبي الليمون، كمية الليمون اللي عندي في البطرمان. البطرمان اللي عندي دوت طبعا ازاز، يفضل جدا ان انت تشتغلي في التخليل في بطرمانات ازاز، بتتفادي كل المشاكل اللي هو الريم اللي بيحصل، والمادة الطبقة البيضة اللي بتبقى على سطح المخلل بتاعك. فطبعا البطرمان الازاز بيبقى بيديكي افضل نتيجة. عندي كده هو طبعا البطرمان بتاعي غسله كويس جدا ومعقمة، وبنزل عليه بكمية الليمون اللي عندي كلها بالشكل اللي احنا شايفينه. عبيت الليمون اللي عندي كله في البطرمان، ودلوقتي هبدا احضر المحلول الملحي اللي انا هخلل فيه الليمون. عندي طبعا الميه اللي سلقت فيها الليمون، وهبدا انزل عليها بتمن معالق كده هوت من الملح، وبضيف عليها ربع كوبايه من الخل، وبضيف عليهم معلقه من السكر. معلقه السكر عندي هنا بستخدمها كماده حافظه للمخلل، وكمان ببدأ اضيف عليها حوالي معلقتين او ثلاثة على حسب الرغبة كده هوت من الزعفر بتاع الليمون. طبعا بيدي طعم جميل للمخلل بتاعنا، وبيدي كمان لون حلو. لو عندك
هارسة حمراء ممكن تحطي برضو معلقة، عندك فلفل أخضر ممكن تحطي منه قرن أو قرنين من الفلفل الأخضر، أو عايزة تحطي فلفل حامي برضو، دي بتبقى حاجات اختيارية. بنزل هنا هو برضو عليهم بحوالي معلقتين أو 3 معالق من حبة البركة، بتدي له برضو طعم جميل وبتدي له نكهة جميلة جدا. الاختيارات دي برضو على حسب يعني ما انت حابة، بالنسبة للهريسة أو للفلفل. ببدأ ان انا هو ادوب الملح اللي عندي كويس جدا في المية علشان اتأكد ان الملح ده بمختلطة المكونات اللي عندي تماما. قلبت المكونات اللي عندي لحد ما اتاكدت ان الملح داب تماما في الميه. دلوقتي هبدا ان انا اضيف الميه والمحلول اللي انا عملته دوت في البطرمان بتاعي على كميه الليمون اللي عندي كلها. عبيت البطرمان اللي عندي بالشكل اللي احنا شايفينه كده اهو، وتفضل معايا كمية من الليمون حطيتها في جردل صغير من الجراد اللي هي برضو اصلا بنشتري فيها المخلل. دلوقتي هبدأ ان انا اغطي البطرمانات اللي عندي بستريتش رول بالشكل دوت علشان اتأكد انه مفيش اي هوا يبدأ يدخل جوه البطرمان يساعد على ان يحصل تعفن او يحصل اي مشكلة في المخلل بتاعي. بالشكل اللي احنا شايفينه بنغطي كده هوت الاتنين. تمام كده اول واحد. ببدأ ان انا كمان احط برضو ستريتش رول على البطرمان الكبير كده هون، وابدأ اتأكد ان انا قفلته كويس عشان اتأكد انه مفيش اي هوا. ببدأ اقفل عليه الغطاء بالشكل ده كده اهو. دلوقتي هتبدأي تسيبيهم لمدة بالظبط 3 ايام وهتاكلي منهم هتلاقيهم مستويين وزي الفل. لو انت عايزة تسيبيهم فترة اطول بتسيبيهم، ممكن يقعدوا معاكي فترة طويلة لو انت ما فتحتيش عليهم. بمجرد ما بتفتحي عليهم بيبدأ يدخل فيهم الهواء، بتبدأي ان انت ايه بقى تاكلي منهم. تمام، ده شكل البطرمانات بتاعنا، وده الشكل النهائي للبطرمانات الليمون بعد ما خلاص قفلناها كويس جدا وعبيناها بالليمون. شكلها بصراحة جميل جدا ويفتح النفس، وبالظبط زي المخللات الجميلة اللي بنشتريها من بره. بالعكس دي انضف، انت عاملاها في البيت بيديكي وضمناها وضمنا نظافتها ضمنا المكونات اللي فيها. بالشكل اللي احنا شايفينه شكلها جميل جدا، خللناها في البيت بطريقة سهلة ومضمونة. ودي كانت وصفة النهاردة، اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة واعملوا لي لايك وشير، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.